هاي هاي اسم هاي ما عندك هاي الحمراء اللي عليها الحمار هذا الحلو شو اسمها سمكة الأوسكار؟ أوسكار سمكة الأوسكار اللي هي هاي سمكة الأوسكار هاي هام مناطق العيش جنبية استوائية أندونيسيا حي والله والله نور هذا صديق أنا شفت فيه حياة وعناك ما شاء الله ما أكبر شوف هاي السمكة مكبرة ما شاء الله الله طبعا هاي نبات عادي يعني اصطناعي النبات الطبيعي اصطناعي اسف هاي السمكة مهجنة هاي السمكة طبعا مهجنة مثل تهجين الحيوانات بس عشو مهجنة صنع الإنسان طورت لأول مرة في ماليزيا وتايلاند وتايوان نوع المياه عذبة سهرة الباذنجان زي راسها زي حتى السمك بتهجن يا أخ كل شيء بتهجن طبعا هذا يا اخوان نبات طبيعي بيطلع في البحر سبحان الله في البحر اي بحر بيطلع هذا هذا النبات بيطلع في البحر الاحمر نبات طبيعي شوفوا ما اجمله يعني السمك فيه حاس حاله انه كانه في البحر نبات طبيعي سبحان الله بجنن